الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. وسيم عدوان يحدثكم، يلا حلقة جديدة من برنامج مع الكوتش. هذه الحلقة رح تكون بعنوان أجل عيد، وعيد بأي حال عدت يا عيد. في البداية كل عام وأنتم بألف خير. للأسف عيدنا السنة مش عيد سعيد، ولكنه عيد خير إن شاء الله. نتمنى عليكم زي ما ذكرنا إنه يكون هالعيد نقطة انطلاق جديدة، وإنه كل واحد يرجع يعمر ويبني في الإشي هو اللي بفهم فيه، وأي شخص فينا خسر شغله يقوم ويدور على شغل ثاني ويتحرك. وإن شاء الله هالأيام راح تمشي على خير ونرجع سنة الجاي ونقول إنه عيد سعيد. ولكن في هذا الحلقة بدي أتطرق لأربعة أمور. الأمر الأول من منظور رياضي، لما إحنا كنا صايمين شهر رمضان كله وماشيين على نظام إنه إحنا قاطعين الأكل لمدة 14 ل16 ساعة، الجسم بعد العيد يا صديقي رح يبلش يعمل في إشي اسمه رفيد. رفيد يعني إعادة ملء أو إعادة تعبئة. إعادة تعبئة لإيش؟ في البداية بسبب الصيام وساعاته الطويلة جسمي فقد شوية أو فقد من مخزون الأملاح والمعادن وفقد من مخزون السوائل، فالجسم فقد شغلات زي هيك معينة وبده يرجعها الجسم بعد أول يوم في العيد. ولكن هون نصطدم شو؟ نصطدم في المعمول. فكل شخص فينا يوم العيد رح يلاقي المعمول، إذا ملكهوش في بيته رح يلاقيه عند أرحامه. طيب بدنا نحكي من منظور رياضي، الجسم بعد فترة الصيام هذه لما تيجي تفتح عليه أكل رح يكون متعطش جدا للنشويات أو للكربوهيدرات، فيعني زي الاسفنجي شو ما بتعطيه بلزك. فالناس اللي قدرت في رمضان تنزل شوي من وزنها وتقلل شوي من الدهون، بنصحكم على العيد يا حبيب بتحط المعمول على جنب، تعتبر انه أيام عادية، لا تعجك في الأكل، لأنك إذا فتحت في الأكل اللي انقصته في رمضان رح ترجع وزيادة. طيب شو المشاكل الصحية بإني إني عبي جسمي بسرعة أو ما إني معبيش جسمي بسرعة، أو بمصطلح رفيد أعمل رفيد سريع أو أعمل رفيد منتظم. طيب الرفيد السريع بكون بجيب فسيخ، بأكل فسيخ في كميات عالية، بجيب حلو في كميات عالية، برجع جسمي يحبس السوائل والكذا اللي كان في رمضان منزلهم. طب هذا الاشي مليح ومش مليح؟ ليش مش مليح؟ من ناحية صحية الجسم ارتفاع والنزول في الوزن المفاجئ بسبب لي مشاكل. يعني انا مثلا كان وزني وصلت في رمضان 70 كيلو، انا كان وزني 90 كيلو، وصلت في رمضان 70 كيلو. للأسف يعني انا عارف انه ما حد عملها، بس لنفترض انه في واحد في المحافظة عملها. يا صديقي انت العشرين كيلو اللي نزلتهم فيهم 13 كيلو مي، فلازم تكون حريص بإنك بعد ما ترجع على العيد تفطر تتدرج في الأكل عشان جسمك ما يرجعش يعبي المي بسرعة، لأنه الطلعة السريعة في السوائل بتحط ضغط على القلب في عمله. يعني في ناس بيجيهم مرض الضغط لأنه بيكون ضعيف أو بيعمل نظام أكل بضعف حاله اللي هو نظام المجاعة اللي شرحنا عنه وكلنا أنه نظام فاشل، وبعدها بيجي بيرجع بيفتح بالأكل. فهذا الشخص يا صديقي لما يرجع يفتح بالأكل غير إنه مخازن جسمه متعطشة للنشويات وراح تلمهن بسرعة، طلعت المياه السريعة راح تعمل لي ضغط على الجسم على عمل الأجهزة الداخلية اللي فيه. وهذا الإشي وين منشوفه؟ منشوفه يوم العيد. وإحنا لأنه ما شاء الله يعني أمي منحب التكاثر، فبتلاقي الشخص فينا عنده 7 ل8 أخوات ولازم يصل الرحم شو ما كانت الظروف. فخلينا نقول 7 ل8 أخوات هو بده يزورهم يوم العيد. لو عند كل واحدة أكل 3-4 حبات معمول، آخر اليوم كداش بيطلع 100 كيلو؟ 70-80 كرس معمول. إحنا بدناش نقول إنه ما تاكلش، وبديش تعملوا فيه زي القطايف وكل، لا دائما كلنا نأخذ الأمور الوسطية. أنا بروح عند أختي بعيد عليها، ببتسم في وجهها شو ما كانت ظروفي، بأكل حبة معمول من اللي هي عاملته عشان ما كسفهاش، وصحتين وعافية، بديش أخبص الدنيا. من وقتها تروح على أختي الثانية بالسلام إن شاء الله بتكون هاي الحبة مش عاملتني مشكلة. أما يا صديقي
إنك 30 يوم صيام وصحة والأمور تمام، وتيجي 3 أيام العيد تلم كل الحلويات اللي بالمحافظة اللي محطوطة على الطاولة وتأكلها وتقول ماني بكيت صايم، أنت لا استفدت من الصيام ولا استفدت من الفطور. فخلينا نكون شوي منطقيين في هاي النقطة. النقطة الثانية حبيب، إذا كنت أنت أو كنت أختي متعودة على نظام أكل فاشل قبل رمضان وأجى رمضان وصمتي، إحنا اتفقنا في أول حلقة إنه الصيام في تعريفنا كرياضيين هو نوع دايت، يعني نوع نظام أكل اسمه الصيام المتقطع. فجسمك لحد هاي اللحظة، أنا لحد لحظة التصوير هاي لسه ما جاش العيد، ضايل له ساعات. فجسمك لحد هذه اللحظة فاهم إنه ماشي على نظام أكل. فهذه فرصة إلك. فرصة إلك لشو؟ بإنه بعد العيد بدل ما تفتح في الأكل وتخبص الأمور كلها تمشي على نظام أكل ثاني. يعني جسمي أنا حالياً نسي العفشك اللي بكيت عفشكها قبل العيد، ونسي 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 وتعود على نظام الصيام. فأنا بدل ما أصدمه وأرجعه وأصدم البنكرياس اللي فيه بكميات الحلو العالي وكميات الأملاح العالي والمكسرات، ببلش أعمل لنفسي نظام أو بالاستعانة مع مدرب أو مختص تغذية وبوصل للي أنا بدي إياه. لأنه معظم الناس في بداية أول حلقة قلنا الصيام له فوائد كثيرة وإحنا مستفيدش منها، للأسف قسم كبير إننا مستفيدش منها. فإن شاء الله أجلوا هذه النقطة لبعد العيد عادي، خلص رمضان بعد العيد أنا بكيت أصوم 16 ساعة بدون أكل بدون مي، برجع بنظم حالي إني بفطر ولكن وجبات صغيرة ومقسمة. وأفضل نظام أكل ممكن أعمله إلي شو مكان وضعي وشو مكان شغلي وشو مكان الأكل اللي قدامي، إن قسمه لوجبات صغيرة عشان أحافظ على صحتي. نيجي للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة يا حبيب وهي التكيف. شو يعني التكيف؟ أول إشي التكيف صفة ربنا أعطاها في أجسامنا عشان تتكيف مع أي وضع فيه. مثلا أنا كلاعب كمال أجسام كان وزني مثلا 57 كيلو، لما صرت أدفع في الحديد وأزك أوزان عالية جسمي فهم أنه هذا صار شغلي فتكيف فبنالي عضلات زيادة، فصرت أنا من شخص ضعيف لشخص قوي عنده عضلات. سبب هذا الأمر تكيف جسمي على الأوزان اللي أنا بدفعها. طب وهذا الحكي شو مناسبته مع العيد ومع الحلقة هذه؟ لا، له مناسبة، له مناسبة صديقي، لأنه في كثير من الناس قبل العيد كانت حياتهم إشي أو قبل الظروف هذه كانت حياتهم إشي، بعد العيد فايتين على إشي جديد. فإنت يا صديقي إذا كنت تشتغل في بنك وخسرت شغلك، أو كنت تشتغل أي شغل في العالم وخسرت شغلك، طريقك عشان تستمر وتكمل إنك تتكيف مع الوضع الحالي. فبدنا منكم جميعا شو مكان وضع كل واحد يتكيف عليه. والله أنا بكيت أشتغل في بنك، صح اللي هسا أو ظروفي خلت فيش فرصة قدامي للشغل إلا إني أفتح بسطة خضرة، كل الاحترام، بتكيف على هذا الإشي. والتكيف هو الذي يولي الدوام الاستمرارية، والتكيف هو بمفهومنا في الدين التصبر. والتصبر شو هو؟ زي ما قلنا التمرن على الصبر. يعني أنا لما أتكيف على وضع الحالي، أنا بصحى من النوم اليوم شو يا رب رازقني، رازقني أشتغل في بسطة خير وبركة، بروح بأدي شغلي بتكيف إن أنا زلمي شغال على بسطة. مرت الظروف راحت وأجت، اليوم فرض علي من الظروف اللي أنا عايش فيها إنه شغلي يكون عامل في المجال الكذا. فإذا يا صديقي زي ما الرياضة بتعلمني كل إشي في الحياة، زي ما علمتني إنه جسمي بتغير وبتكيف شو مكان وضعي، راح يتكيف جسمي على الإشي اللي أنا فيه، كذلك لازم مخي يتكيف مع الواقع اللي أنا عايش فيه عشان أقدر أكمل وأستمر. النقطة الثالثة يا صديقي وهي خاصة فيي، بتمنى إنه هذا البرنامج يترك أي أثر عندك بإنك تدور في صحتك، بإنه هذا البرنامج يفهمك يا أي شخص مريض. وأنا قلت من بداية البرنامج إنه الفئة اللي أنا مستهدفها الكبار في العمر اللي هم خيرنا وبركتنا، إنه يا صديق العزيز شو مكان مرضك أو شو مكان وضعك الصحي، المساعد إلك مش بس الطبيب، المساعد إلك الطبيب والمدرب. جرب اتجه لهاد وشوف إنه زياراتك عند الطبيب راح تقل. تمام. فإذا أنا بتمنى عليكم من هذا البرنامج إنه كل ما واحد يجي يمرض قبل ما يدور على الدواء يدور على الوقاية أو على الرياضة اللي بتساعدني بإني أخف من هذا المرض. النقطة الرابعة بإني حابب أعيد عليكم الكل
أمي الغالية وأبوي العزيز، كل عام وأنتم بألف خير، إخوتي وأحبتي وأهلي وأسرتي سكان مدينة الطيبين، كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى من ربنا إنه يكون عيد خير علينا وعليكم، وإن شاء الله راح تشوفوني في أعمال قادمة، بتمنى إني أكون تركت بصمة حلوة في كل حلقة أنا قدمتها. بشكر تلفزيون الفجر الجديد على هذه الاستضافة الجميلة، وللحديث بقية كان معكم وسيم أدواني.